يضرب بيهم المثل. يعني حدوتة تستاهل إن إحنا نحفظها ونتعلمها ونحكيها للي جاي من بعدنا عشان تفهم يعني إيه ترتبط بكيان كبير جدا زي النادي الأهلي، ويعني إيه تخرج من الباب الكبير، لأن في فرق كبير جدا إنك تخرج من الباب الكبير أو إنك أنت تخرج من الباب الصغير. كابتن أحمد فتحي وكابتن مؤمن زكريا اتنين من النجوم اللي بعتقد إن هما، وإن كنا نتمنى إن شاء الله نشوف مؤمن مرة تانية في الملاعب، لكن الحقيقة الناس دي ما بقتش موجودة على قوة النادي الأهلي، ورغم كده ما زالت بتتمتع بحب كبير جدا 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 لدى جماهير النادي الأهلي. لقطتين يستحقوا إن احنا نقف عندهم في ماتش الطلاع يا كابتن أحمد. أكيد. لقطة خروج فتحي من الملعب بعد مشوار طويل وناجح ورائع، قول زي ما أنت تقول، من لعيب الحقيقة كان شديد الإخلاص للفانيلة الحمراء اللي ارتداها أعتقد على مدار 12 موسم. ومؤمن زكريا أيضا لقطة تستحق إن احنا نقف عندها، عرفان وانتماء ورد جميل لواحد من نجوم النادي الاهلي بيحمل اسمه مؤمن زكريا. نبتدي بمؤمن طبعا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا رب ويرجع إن شاء الله بالسلامه ان شاء الله. مؤمن لسه ما خرجش من الباب الصغير ولا الباب الكبير، لا ان شاء الله ان شاء الله. بس انا اقصد ان هو بعيد جوه الأوضة. بعيد عن الكوره في الفتره الاخيره، موجود جوه الاوضه، لا ما تقلقش. ايوه ان شاء الله باذن الله، نتمنى يعني ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا النادي الاهلي طول عمره طول عمره الوفاء من اهم ميزاته. كون موجود مؤمن في حفل الافتتاح هو اللي سلم الدرع، يشكر عليها اللجنة الخماسية ويشكر عليها النادي الأهلي طبعا. مؤمن واحد من المفروض يكتب اسمهم في السكواد ده يعني على عبر التاريخ، لأنه لو سليم كان هيبقى موجود طبعا، فبعد حتى ما نموت هيبقى مؤمن أكيد إن شاء الله، هيبقى أكيد مذكور في الأسماء في ما بتروحش طبعا، دي بصمة وتخلدت في التاريخ طبعًا. خلاص مؤمن لعيب كبير جدا جدا جدا، ربنا يرجعه بالسلامة إن شاء الله. شاء الله. شكرا النادي الأهلي، احترام النادي الأهلي ووفاء النادي الأهلي يتشال فوق الراس طبعا. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين أحمد فتحي، لعيب ما قصرش مع النادي الاهلي، مفيش مباراه احتاجته فيها باك ليفت باك رايت ديفندر بتلعب تحت راس حق نص ملعب ارتكاز، لو رديته جوانتي وقفت جون هيبقى يلعب وهيبقى صحيح. كويس عمره ما قال لمدرب انا العب هنا او ما العبش هنا، بيلعب في اي حته، بيموت نفسه، بيقاتل لاخر دقيقه، بيحط دماغه في رجل اي حد. روح قلب روح غير طبيعيه، روح لو يعني مثال ونموذج للعيب اللي عنده روح ومقاتل لاقصى درجه، حاله الاصرار اللي بتبتدي من اول لحظه لاخر لحظه، ما تحسش ان في ديفيشن، تحسش في بالظبط، مفيش اختلاف مفيش اختلاف مفيش يعني هي نفس الايقاع، هو نفس الاصرار طول الوقت.